حيت انا اللي غنهديها لك. ايوا شتي شحال ماما معكسة. وعلاش؟ حيت ديما كنقول لها تجيبني معاها ما تبغيش. وانا كلشي مولود كان كسوات وكان شويطة وكان شوكلات. عندك الحق، علاش ما تجيبكش؟ واش الكسوان ناخذها دابا ولا تقولي لي نكتبها 10 مرات؟ لا من دابا 15 يوم. ايوا لا نقول لماما لابد لي كاوتر تاخذ القسطان ديالها. واخا نقولها ليها. ياك ما فرصتها كانت بابا غيور ما كترش لسانها لفما. لا لا بالعكس ما كتشبعيش منها. مشا خواتها تا العروبيه وحنات في هذا النهار ما لقيت ما ندير وجبتها معايا. شكون عطاك هذاك الشوكولات؟ قولي لابد الماما تاخد قسطانها. اه باش تقيسي؟ اه واخا شنو غتقيس؟ القفيطين اللي غنصيب لها في العيد وعلى حسابي. وزيد انا لالا شغلك انا غنصيبو ليها وهادشي بيني وبينها مالك انتي. الله يخلف عليك. قولي شكرا. قلتي شكرا؟ ايوا دابا انا مازال ما شفت والو تصيبوا لي عاد باش نقول لها شكرا. حفظك. شوفي اه رانا ما نسيتكش. القصريه ان شاء الله السيمانه الجايه غتكون عندك. رانا جمعت 44 قديده. يلا زيدي قدامي الله يخلف عليك. وكيل الريزو عندي انا. الو الو امين الو. انا مشيت اسيمو. بسلامه. اه بسلامه غزالة. بسلامة بسلامة. باي باي. الله يرضي عليك. الو اي دابا كنسمعك. لا دابا مزيان. ايه شوف. لا لا بخير كلشي بخير الحمد لله. قول لخوك هشام هذاك صاحبو داك مصطفى راه سول عليه وما عرفت انا حسب ما فهمت واقيلا تا هو بغى يمشي لتما يقرا ولا. والمهم هذاك الشيء بيناتكم انا. لا لا بخير انا توحشتكم بزاف. شوف قول لخوك هشام. كلتوم؟ وي مدام. قولي واش مازال ما عبدو؟ لا مدام. بغيتي نعيط له في التليفون؟ لا لا صافي بلاش. وي كلتوم؟ السيد جاسم جا. واش عندك معاه موعد؟ لا بالحق معليش معليش دخلي للصالون يتسنى انا جايه. اهلا اهلا مرحبا بالسيد جاسم كيف الحال؟ يا هلا الست نهاد شخبارها والبنيات كل شيء لبس عليه؟ الحمد لله الحمد لله. استسمح على هذه الزيارة المفاجأة. مرحبا بك في اي وقت بغيتي السيد جاسم تفضل. جيت للمغرب في مهمة وزوجتي وبنتي قالوا لي لازم تمر على السيدة كنزة كي تطمئن على كل شيء وتذكرها بموعد الزفاف. لا قدر الله تنسانا. لا 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 اطمئن سيد جاسم كل شيء ان شاء الله غادي يكون موجود في الموعد. انا تكلمت مع السيد نهاد في التليفون وعطيتها الكلمه والمراه هي الكلمه. احنا بنعتمد عليك في كل شيء. مرحبا اهلا وسهلا. راه كل الرسومات والموديلات اللي رسلت ليها تشوف راه عملتهم وصممتهم خصيصا على قبلها ما تلقاش منهم زوج. وتكلمت مع العمال والصناع باش يحطوا ليها صنع مغربي اصيل. آه طبعا الليله ديال الزفاف ديال البنت ديالكم ما شاء الله غادي تكون ليله من ليالي الاندلس الساحره. على بركه الله. وتخافاي ما تقدريش تصوري شحال حنا معطلين. لا لا يحشمنا مع هاد الناس. ومدام كنزه هو جا حتى لهنا علاش ما حدش تصور؟
الزبيق والعربون لا كوموندرا ثقيله وغاليه. لا 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 ما تخافيش، هاد الناس انا عندي ما فيهمش شك، مراتك لي انا عندي من شحال هادي ما عمرها دار. كنزه سي كوا سا ما ايطاليا على الصباح وكتقطع عليا التليفون. ديزولي عبدو ديزولي، تي سي كنت كنهضر معاك ودخلت سي جاسيم، جيت مطمن على الحوايج ديال عرس بنتو، اضطريت نقطع عليك. تي ميكسكوز تري جونتي، وكنقولها كوم سا بالتاي تاي. ايوا كنت بغيتيني ندير كوميم، سي جاسيم داير لنا كوموند صحيحه وكبيره، نخلي الملايين كيتسناو. الله ودي خلي لي سنتيم بابا ويتسناو حسن. لا ولا ولا شفتك طاير ليك انت ما مولفاش ليك، هي كنتي فلاشاس. فلاشاس ايوا شنو، انا فرحانه اليوم. اجي اجي معايا اجي. قول لي السيدي خرج هو جاسيم هو هذا، وقولي لي فرحيني معاك. ايوا لا كوموند ديال الشرق راها تكونفيرمات، هادي ماشي خبر مهمه. هذا وكان انا كنت غاز في راسي صحابي مش هاد الحضور ديالي في الصباح اللي كان مهم. الحضور ديالك هاد الصباح حتى هو مهم، لان محتاج جنسيتكم باش تسيني لينا في البارافور على لا كوليكسيون الجديده ديال الشتاء. الدوفي راه موجود، ناقصه غير الفيزا ديال سعادتكم. فين هو؟ هو الاول. العالم كان حاس بالناس بحالك، وكان عارف بلي با سيمو غادي يصيفط وليداتو للخارج وغادي يبدا كيتوحشو. بغيت نقول كيتوحشو يشوفو مره مره زعما، وهذا الشيء علاش تختار على الانترنت ياك. دابا يمكن لك تشوفهم في اي وقت بغيتي يكون وحدك. فابور شتي دابا انا ولدي امين العام اللي فات صيفط لي واحد لورديناتور بورتابل. العظام هذه اش بغيتي؟ و بورتابل اون بليس، انا ما شريت بورتابل تا وليت انا بورتابل. يا عبد الله يهديك انت. شتي دابا هذاك البورتابل راه باقي عندي في الدار، جالس كيسمع فيك الصغير تلقاه صدى. بغيتي نضرب عندك شي ضريبه الدار نشوفو ما كاين مشكل، راني كنبريكولي فيهم. بيني وبينك الحقيقه انا ما كرهتش دير فيا هذا الخير الله يرضى عليك. ها ولا عيطني المره هذا كنت شي واحد من وليداتك دوزو لي صيفط لي لادريس الميل ديالو. حنا نضربو الحديد مع الدو سخون، حنا كاع مالنا. ها هو تعيط. الو هشام، يلا عيط لك اولي مالك ما جاوبتينيش. ها ما بغاش يجاوب لي باش ما تتقاداش ليا لاكارت الله يرضى عليه. ايوا ولي غتقاديها ليه انت. شوف هشام انا غندوز لك هود خدام معايا. ايه ها بغى يهضر معاك. ها الو الو السلام عليكم، انا هود. كيفاش تكون هود؟ الله يهديك. ايه ايه راه ما غاديش يعرفك ما غاديش يعرفك، غتقادري تا ولا كتطلق. باباك راه بغى يشوفك. شوف عافاك الله يخليك ما تنساش تصيفط لنا لادريس ايميل ديالك حيت بغينا نتكونيكتاو معاك اليوم بالليل. شوف انت خذ الايميل ديالي انت هود @ hotmail.com. هود راه كتكتب اش او اي دي. صافي راه تشوف غادي تقادري لي لاكارت ديالو. الو هشام اي واخا واخا الله يرضى اليوم بالليل بسلامه. الله ايه دابا اليوم بالليل غنشوفهم ياك.